من واشنطن يسعدني أن يكون معي السيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى. سيد شينكر مساء الخير عليك، ويوم أنا أعلم أنه حافل في واشنطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أبدأ بسؤالك عن ملاحظاتك عن هذا اليوم الانتخابي الهام في أمريكا. مساء الخير لك ولضيوفك، وصباح الخير أيضا. أعتقد أن هذه الانتخابات حاسمة ومتوترة، والكثير من الأمريكيين قاموا بالانتخاب خلال الأسبوعين الماضيين. هناك الكثير من الحركة من قبل الناس والاستطلاعات. بشكل عام هذه الانتخابات لها تبعات، الكل يتحدث عن هذا الموضوع فقط خلال الأسابيع الماضية. هل تعتقد أنه ستحسم هذه النتائج مبكرا أم أنها ستأخذ بعض الوقت لحين أن نصل لإعلان اسم الفائز؟ من يعلم؟ هنالك سبع ولايات حاسمة قد نفاجأ في أماكن مثل أيوا، ولكن حتى هذه الولايات المتأرجحة قد تكون نتائجها قريبة بشكل كبير، وسيكون هنالك احتساب وإعادة احتساب للأصوات، سيكون هنالك اتهامات وإجراءات قانونية. لا أعتقد أننا سنعلم مبكرا اليوم بالنتائج إلا إن فوجئنا بأي انزلاق، وهذا سيستغرق وقتا، وهذا لن هذه المرة ليست المرة الأولى بالعودة إلى إدارة بوش. استغرق هذا الموضوع أسابيع للتصويت في فلوريدا، والتي هي كانت آخر الولايات المتأرجحة. نعم. لأي مدى تعتقد أن المتنافسين سيقبلان بالنتيجة لو خرجت في صالح الطرف الآخر؟ أعتقد أن غالبية هذا الأمر يعتمد على الفارق بين النتائج. أعتقد أن نائبة الرئيس هاريس ستقبل بالنتائج بشكل أو بآخر، لكننا نحن نعلم أن الرئيس ترامب لم يتقبل حتى نتائج السابقة، الانتخابات السابقة، وكانت النتائج من قبل المحاكم كلها عادلة. المؤشرات الأولى تتحدث عن أن هناك بعض المشاكل بالفعل، بالذات في فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وهناك إشارات جاءت من الرئيس الأمريكي كما لو أن هناك يعني سلوك غير مألوف ممكن أن يؤدي لتغيير في النتائج. هل حضرتك تعتقد أنه دي تكون مقدمات لرفض النتيجة من قبل السيد ترامب وحملته ومناصريه؟ كنت تتابع هذا الأمر بشكل أقرب مني. اليوم هنالك الكثير من الأمريكيين الذين لا يتابعون هذه الانتخابات لغاية الساعة 7:30 مساء. نعم، سمعت عن هذا الموضوع، وأن كل من المرشحين يبدأ بطرح الأسئلة مبكرا عن شرعية الانتخابات، ونحن نرى أنه في الأسبوع الماضي رأينا بعض الاحتجاجات من قبل اليسار، فكل صوت له قيمته. لن أكون متفاجئا، ولكن هنالك بعض المشاكل التي تحصل الصغيرة التي تحصل، والتي يمكن أن يكون فيها تقلبات في أحد الولايات أو مراكز التصويت التي تكون فيها الكثير من الناخبين، وهنالك صعوبة في إتمام العمليات الانتخابية،
وهذا قد يؤثر على الاستطلاعات، وقد يكون هنالك محاولات لمطالبات بإعادة الاحتساب وبقانونية الانتخابات في هذه المراكز، ولكن هذه الإجراءات قد تكون هي إجراءات طبيعية وليس هنالك أي مشاكل متعلقة بها، وهي قانونية بشكل أو بآخر ولا تؤثر على الانتخابات. أود فقط أن أبلغك أن الكثير من العرب يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية كأنها دولة شرق أوسطية، لأن كثير من مشاكلنا وكثير من حلول مشاكلنا يقتضي بشكل أو بآخر تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي ستجد أن بعض العرب يؤيدون هاريس وبعض العرب يؤيدون ترامب يعني. لكن دعني أسأل حضرتك سؤال ربما يعني يكون له علاقة بالمنطقة، هل من الممكن أن نجد تغيرات حادة، تغيرات غير متوقعة إن فاز أي منهما بالانتخابات، أم أن ما يمكن تسميته بالديب ستيت أو الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد سياسات أمريكا تجاه منطقتنا والعالم؟ You know, I've served in the U.S. government twice at a mid-tier position. كنت في الحكومة الأمريكية لمرتين ولفترتين، ولكن لا أصدق بعبارة الدولة العميقة إن كان هنالك انتخابات لأشخاص سياسيين في مناطق في أماكن حرجة أو مناصب حرجة، فهذا كله سيؤثر على السياسات، ولكن نحن لن نعلم ما هي السياسات التي ستتخذها هاريس أو سياسات ترامب، لكننا نعلم بأن ترامب قال بأنه يريد أن ينهي الحرب في أوكرانيا، نحن نعلم بأن هاريس قالت بأنها تريد أن تدعم أوكرانيا ضد الاعتداء الروسي. أما بالنسبة للشرق الأوسط، نحن نعلم بأن ترامب وإدارته قتلوا سليماني ووضع سياسات الضغط الشديد على النظام الثيوقراطي في إيران لتغيير سلوكياته والدعم للميليشيا المحلية في المنطقة التي تثير القلق في المنطقة، ونحن لا نعلم ما هي إجراءات وسياسات هاريس، هل سيكون هنالك ضغط على إسرائيل لتخفيض التصعيد، نحن لا نعلم، لكن ما نعلمه عن ترامب أنه لا يحب الحروب أيضا، فبالتالي أعتقد أن هنالك سيكون اختلاف في منهجية التعامل مع المنطقة، ولكنني أريد أن أؤكد على أن الأشخاص الفاعلين في هذه الإدارات هم الذين سيحركون هذه التغييرات، هم الذين سيضعون هذه السياسات، الرئيس لا يقوم بوضع هذه السياسات التي تحصل، هنالك أشخاص رئيسيون هم الذين يبلورون هذه السياسات، مثلا بعض المساعدين للوزراء والوزراء هم الذين يقومون بإعداد هذه السياسات سواء كانوا من الجمهوريين والديمقراطيين، فهذه السياسات ستختلف بشكل كبير. لماذا يبدو الأمر كما لو أن أولئك الذين يخشون من إيران يفضلون ترامب وأولئك الذين يخشون من إسرائيل يفضلون هاريس؟ Well, I can't speak for what people لا أستطيع أن أحدد أو أتحدث عن مخاوف الناس واهتماماتهم. ترامب قام بوضع سياسات لمحاولة إيقاف إيران والتي تم هندستها من قبل الوزير الخارجية، وقاموا بالضغط على إيران للوصول إلى اتفاقية أفضل تتعلق بالسلوكيات الإيرانية وعدم الاستقرار في المنطقة. هنالك في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك بعض الناخبين الذين يدعمون
ترامب لأنهم يريدون معاقبة إدارة بايدن وهاريس لدعم إسرائيل وحملة إسرائيل على غزة، ولكن هنالك الآخرون الذين يؤمنون بأن هاريس قد تكون أشد على إسرائيل، ولكننا لن نعلم هذا بالتأكيد، وهذه السياسات الخارجية حتى يصل أحدهما إلى الإدارة، هذه مجرد توقعات فقط لما يمكن توقعه من هذه السياسات. وهذا هنالك من يعتقد بأن ترامب سيكون أشد على إيران وأقرب إلى إسرائيل، أما هاريس قد تقوم بالضغط على إسرائيل نوعا ما. ولكن بكل حال يجب أن نعلم بأن الرئيس السابق ترامب لا يحب الحروب ولا يفضلها، ولم يقم بإطلاق أي حروب خلال فترة رئاسته، وحتى هو قام بالتحلي بالصبر الاستراتيجي لفترات طويلة. أمريكا لم ترد على الهجوم المتعدد من قبل إيران على السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحتى ضربت الطائرة المسيرة أيضا، ولم تقم بأي رد على هذه الهجمات الأمريكية. حتى في هجمتهم على الجنود الأمريكيين في العراق وفي سوريا، فأنا لست متأكدا أن ترامب شديد في التعامل مع إيران. طب يعني بما أنك أحد أهم الخبراء الأمريكيين في أمور الشرق الأوسط، اليوم كان هناك قرار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وقام بموجبه بعزل وزير دفاعه جالانت، وبدا الامر كما انه كان ينتظر ليوم مثل هذا، مثل الانتخابات، حيث يكون تركيز العالم كله مع الانتخابات الامريكيه، كي يتخذ هذا القرار بان يغير جواده في وسط السباق. لاي مدى تعتقد انه بهذا اتخذ قرارا صائبا او قرارا متسرعا؟ إسرائيل هي دولة لها سيادتها، والحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي، ولهم الحق في اتخاذ القرارات. أنا شخصيا لا أعلم ما هي الأسباب التي يتم من أصلها عزل وزير الدفاع. هنالك الكثير من الحروب على 7 جبهات تقوم بها إسرائيل، و وزير الدفاع الذي كان موجودا كان خبيرا، لكن الوزير الحالي هو أكثر اعتمادية، هو أهدأ في اتخاذ قراراته، وهو لم ينتمي إلى التيار المتشدد في إسرائيل. ولكن ما يستطيع قوله بأنه على الرغم من أن إدارة بايدن كانت ليست شديدة في التعامل، لكنهم لن يكونوا سعيدين بهذا القرار، لأن جالانت كان لديه اعتمادية وعلاقة جيدة معهم. سنرى وننتظر هذه النتائج للانتخابات وما سيقوم به الرئيس القادم. بالنسبة لي لم يكن هذا مفاجئا أن نتنياهو أراد التخلي عن جالانت منذ فترة. سأنظر إلى ما ستقوم به إدارة بايدن في 90 يوم القادمة، إن كان هنالك أي بعض الإجراءات لتغيير العلاقات ليظهر عدم سعادتهم بهذه القرارات التي اتخذها نتنياهو. نعم. هل تعتقد أننا سنشهد مغامرات من نتنياهو لحين إعلان النتائج في الولايات المتحدة الأمريكية والتصديق عليها، لا سيما وأنه قد يبدو أن هذه النتائج ستأخذ بعضا من الأخذ والرد والسجالات القانونية؟ لا أستطيع توقع ما ستقوم به إسرائيل، لكنني أعلم بأن إيران اختارت أن تقوم بضربتها تجاه
إسرائيل قبل الانتخابات. أعتقد أنهم لم يريدوا أن يكون هنالك تأثير لهم على الانتخابات، لذلك هم قاموا بأنفسهم، قاموا بالتأثير على الانتخابات سابقا. إسرائيل لم ترد أن تكون يتم النظر إليها على أنها تؤثر على الانتخابات الأمريكية. أعتقد أن خامنئي بعد عدة أيام فهم حجم الضرر الذي سببته الهجمة الإسرائيلية على قدرات التصنيع العسكري الإيراني، وإسرائيل قامت بتدمير كل الدفاعات الروسية التي كانت لديهم. ما وعي له هو أن الرد الذي سيأتي قريبا سيكون هو استكمال للهجمة الارتدادية، ولن يكون هنالك أي لن يكون هنالك أي دفاعات جوية. نعم، بتوجه لك بالشكر. كنت معنا من واشنطن السيد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى. شكرا جزيلا.